قال تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يذكرنا بزواليتنا وأننا لسنا مقيمين أبدا ولسنا مخلدين، وإنما نحن عابرون، إنما نحن عابرون، يخلف بعضنا بعضا ويتلو بعضنا بعضا. ولذلك هذه الأرض ملك لله تبارك وتعالى، استخلف فيها البشر بحيث يخلف بعضهم بعضا ولا أحد يدعي ملكيتها. قال تعالى: وكنا نحن الوارثين. وهذا وهم الذي نعيشه، هذا لي وهذه أرضي، هذا كله هيك مؤقتا مدة الوهم، مؤقتا مدة الوهم. في نهاية المطاف الله يرث الجميع، لا إله إلا هو، ويعود الملك لمالكه حين يغادر السكان هذا الدكان، حين يغادر السكان هذا الدكان.